الحدث مع أحمد القماطي. ولأن حسابات الحقل تختلف دائما على حسابات البيدر، ولأن الشعب تواقى ليقبض بين يديه على مجموعة من المواد المرتبة في بضع ورقات وتسمى الدستور المنتظر، تختلف تماما على تطلعات أعضاء الهيئة التأسيسية الذين لا زالوا بعد 3 أعوام وأكثر يتلقون مرتباتهم وبدل سكنهم وبدل مواصلاتهم وتنقلاتهم وسفرياتهم من ذات المصدر، بل ولأن حجم الخلافات بينهم يزداد يوما بعد يوم أكثر وأكثر. الحدث أهلا بالمشاهدين. نظرا لكل الأسباب آنفة الذكر، يصدع نجم المنادين بالعودة للشرعية الدستورية لملء فراغ عجز التأسيسية، والذين يؤكدون أن حل الأزمة يكمن في العودة للدستور عام 51 أو المعدل في عام 1963. الحدث أهلا بكم مشاهدينا. يسعدني أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، دكتور عوض القويري عضو حراك العودة للشرعية الدستورية، وأيضا الأستاذ عبد السلام بوجقمة المحامي والناشط الحقوقي، وعبر الهاتف دكتور محمد التومي عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. أبدأ بداية مع ضيفي في الاستوديو دكتور عوض القويري. دكتور أهلا بك. مرحبتين. يبدو أن جزء كبير من الأزمة التي تمر بها البلاد الآن ناجم عن غياب الوعاء أو الإطار أو خارطة الطريق التي تنظم العلاقة بين المؤسسات والأفراد، بين الحاكم والمحكوم في البلاد. هل يمكن أن نقول أن غياب الدستور فاقم من الأزمة السياسية والأمنية في البلاد حقا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو لا أستطيع أن نقول أن غياب الدستور فاقم من الوضع الموجود الآن، لأن أصلا وجود الدستور يحتاج إلى من يدعمه ليصبح قابل للتطبيق. ولكن لو كان الدستور موجود كان جزء كبير من إشكالية سياسية في بلادنا، ومن هذا الفراغ السياسي وهذا التناطح السياسي وهذا التناحر السياسي اللي موجود الآن كان حيطفى أو ينتهي، وتكون هناك معالم طريق واضحة. ولكن لا نستطيع أن نعول عليه تعويل كامل، نقول لنا لو خرج الدستور علينا تنتهي مشاكلنا، لأن يحتاج الدستور إلى قوة تدعمه أو تحميه ليكون موجود حتى يكون يعني قابل للتطبيق. لكن بنفسه هيك في الوضع هذا هناك من سيرفضه أو يتمرد عليه، لكن في النهاية الدستور هو عقد نقدر نقول أو اتفاق ينظم حياة الدولة وأمور الدولة وعلاقة الدولة بالمواطن وعلاقة المواطن بالدولة. من هنا نقول لك أنه هو لو كان هناك دستور كانت كثير من مشاكلنا قد انحلت ولم نصل إلى هذا الوضع الذي لا يرضي العدو قبل الصديق. في من يقول أنه أيضا الأطراف أو بعض الكيانات السياسية والأحزاب جزء كبير من الأزمة الآن نتيجة محاولتها لتغليب رؤيتها في البلاد للبلاد في المرحلة المقبلة، بمعنى أنه شكل الدولة الذي يريده التيار كالإخوان المسلمين يختلف تماما مع شكل الدولة الذي يريده التيار المدني أو الوطني، لذلك ربما هذا الصراع على الأرض يزداد ويتعمق. إلى أي مدى هذا الأمر دقيق؟
هو أنا أتفق معك في هذا التعبير، كل يرى الوطن بمنظوره الخاص، وكل يدعي ويقول أنا على حق وغيري على باطل. هذا لماذا؟ لغياب الرؤية الصحيحة للوطن. في أربعينيات القرن الماضي كانت ليبيا متفرقة، كانت ولايات متفرقة، وكان هناك صراع أيضا في داخل الولايات، صراع سياسي كما هو موجود الآن، ولكن الجميع كان يتفق على شيء واحد، على ليبيا. ولذلك عندما شكلت الهيئة التأسيسية للدستور لجنة الستين من المناطق أو الولايات الثلاث بعقليات مختلفة، منها المتعلم ومنها الأمي، هذه العقليات لأن كان لها منظور واحد، كانت الأحزاب السياسية في طرابلس، لم تكن هناك أحزاب كبيرة موجودة كما هو موجودة في طرابلس في برقة أو في فزان، برغم من الصراع اللي موجود بينها ورؤيتها لليبيا كيف تكون أو شكل الحكم كيف تكون، هذا الصراع لم يوصلها لأن تتناحر وأن توصل الدولة أو البلاد أو الشعب إلى هذه الحالة المأساوية الآن. أنا أنتقد وبشدة هذه الرؤى، يعني أنا لي مطلب، أنت سيد أحمد لك مطلب، أنت ترى ليبيا بهذا الاتجاه وأنا أراها بهذا الاتجاه أو بهذا الشكل أو بطريقة الحكم، ولكن هذا ليس قرآن منزل. وأنا قلت في يوم من الأيام هذا الكلام رد على بعض الأخوة، أن ليس قرآن منزل، نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوة لنا وأسوة حسنة لنا، نعم، في صلح الحديبية تنازل عن صفة رسول الله التي أعطاها له الله سبحانه وتعالى، ما عندما رفضها سهير بن عمرو وقال لو كنت أعلم بأنك أشهد بأنك رسول الله ما وقفت معك هذا الموقف، فقال امحوها. لماذا؟ ليصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس إلى مرحلة الأمان، هذا ما نريده جميعا، يجب أن نصل ببلادنا إلى مرحلة الأمان. أما الرؤية عندما الدولة تستقر ويستقر المواطن ذهنيا ونفسيا يستطيع أن يختار شكل الدولة الذي يريده. طيب اسمح لي أن أرحب الآن بالأستاذ عبد السلام بوشقمة المحامي والناشط الحقوقي. أستاذ عبد السلام أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. إلى أي مدى يمكن أن نحمل المسؤولية عن هذا التخبط السياسي والاقتصادي والأمني الذي تشهده البلاد الآن إلى غياب الدستور أستاذ عبد السلام؟ أستاذ أحمد ما فيش دولة تقدر تسميها دولة إذا لم تكن لها أو لم يكن لها قانون أساسي وهو الدستور. هذا الدستور هو الأساس لبناء أي دولة، وبناء الدولة كل العالم يأخذ بسلطات أو بمبدأ الفصل بين السلطات اللي هي سلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، وينظم العلاقة بين هذه السلطات ويعطي رقابة من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، ويعطي أيضا رقابة قضائية على السلطة التشريعية، ويحفظ التوازن بين السلطات. فزي ما أنت تبي تبني بيت، أنت تبي تبني دولة، لابد من الخريطة ولابد من التقسيم والتوزيع لكيفية تكوين أو تشييد هذا البناء. هكذا كانت الدساتير، وهذا هو الأساس الذي لا تقوم عليه دولة إلا بموجب الدستور. نحن نرجع إلى الخلف قليلا، في 21 نوفمبر 1949 جت الأمم المتحدة وقالت أن ليبيا لازم تأخذ استقلالها وتصبح دولة مستقلة التي تتكون من ولايات برقة وفزان وطرابلس، وأعطت حد أقصى يناير 1952، وهكذا بدأ الحراك، وكلفوا السيد أدريان بيلت ليقود أو ليكون ممثل الأمم المتحدة لمساعدة الليبيين لبناء دولتهم المستقلة. على هذا الأساس بدأ الحراك، يعني بدوب الدستور، مش الدستور جاء لاحق، الأساس هو الدستور، وتكونت لجنة الستين بمنظور وطني صادق من كل الولايات الثلاث. وحتى في البداية قبل ما يتفقوا على لجنة الستين كان هناك معارضة
من بعض ممثلي طرابلس ولاية طرابلس يقولوا أن فزان العدد السكان قليل، فكان الاحتراز من ممثلي ولاية برقة العبرة مش بالسكان، العبرة أيضا بالجغرافيا. وهكذا اتفقوا لأن ما كانش فيه تناحر ولا مصالح، كانت المصلحة العليا هي الوطن، وكانت العقول التي تدير أعمال اللجنة التأسيسية أو اللي وقع عليهم الاختيار ليمثلوا بدون انتخابات. بدون انتخابات يعني الوجهاء والناس العقلاء والحكماء الأجداد المؤسسين كانوا عندهم نظرة ثاقبة من أجل بناء هذه الدولة اللي ما كانتش موجودة. وعلى هذا الأساس الخطوة الأولى في بناء أي دولة هي الدستور، واستعانوا بالخبراء وكونوا مجموعة من 10 من الخبراء، وساعدتنا الأمم المتحدة بذلك التاريخ، واستمرت الحركة وخذوا لجنة 60، وبعدين خذوا من لجنة 60 18، ومن 18 طيب تموا 6 2 2 2 فيه تساوي دائما. على هذا الأساس تم تكوين العمل بحيث يجري البرنامج متاع الشغل على هذا الأساس. طيب استاذ عبد السلام، لكن الدستور الآن نحن نعيش أزمة وبعد 3 أعوام من عدم قدرة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على إخراج هذا الدستور المنتظر إلى العلن مع تصاعد الخلافات بين أعضائها، هل تعتقد أن هناك إمكانية للعودة إلى الدستور عام 51 أم لا؟ هو دستور الإنسان هذه في وجهة نظري أنا ووجهة نظر العديد من رجال الفقه الدستوري وعلى رأسي من أستاذ الدكتور مسعود الكانوني منذ البداية يقول بأن دستور سنة 1951 المعدل سنة 1963 لم يسقط، لأن آلية الانقلاب هي آلية غصب للسلطة ولا يمكن أن يقرها، وبالتالي عدة في 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 بعض الدول الأفريقية لما حصلت انقلابات على أنظمة قائمة ومستقرة لم تعترف فيها مثلا مجموعة الاتحاد الأفريقي، ولم تعترف فيها حتى بعض الدول الكبرى على أساس عملية الاغتصاب السلطة والاستيلاء عليها بالقوة لا يمكن أن تكون مشروعة. من هنا نأتي إلى انقلاب 1969، هذا غصب للسلطة واعتداء على الشرعية ولا يمكن أن يكون مبررا مشروعا لسقوط دستور 1951 المعدل سنة 63. لذلك لابد من البداية، أنا في بداية تكوين المجلس الانتقالي بعد ما استقرت الأمور وكان هناك توجه ودرنا محاضرات وندوات، وأنا حكيت مع الأستاذ مصطفى عبد الجليل فقال لي هناك مجموعة في المجلس الانتقالي ما تبيش إعلان دستوري، وبعدين وصلوا في 3/8/2011 بأنهم يضعوا الإعلان الدستوري. لا بد من الدستور كخطوة أولى وأساسية لبناء أي دولة. طيب. أنت تتحدث أن التغيير الذي حصل عام 69 لم ينهي الدستور عام 51 وأن هذا الدستور لازال ساري المفعول، من المفترض أن يكون كذلك، لكن هل تعتقد أن مواد دستور 51 والمعدل عام 63 قابلة للتطبيق الآن؟ لا تعتقد أنها أكل عليها الدهر والشرب، بمعنى أنها مواد ربما صارت قديمة وغير قادرة على التماشي مع متطلبات العصر الحديث؟ شوف يا أستاذ أحمد، أي عمل يقوم به الإنسان لابد أن يعيد مراجعته الإنسان، لأن باش يتمشى مع الظروف الواقعية والمحيطة بإقليم الدولة في مسألة الدستور. يعني بمعنى أن دستور 51 يمكن إدخال تنقيح عليه، تعديل بعض النصوص، لكن بصورة مجملة عامة دستور 1951 المعدل في 63 هو دستور صحيح وفيه أساسيات قوية وممتازة وتسير في مسار دساتير الدول الأخرى، وخصوصا في تركيبة السلطة التشريعية وتركيبة السلطة التنفيذية وتركيبة السلطة القضائية.
عدل نظام القضاء، وبدل ما كانت الوظيفة القضائية أو رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية يعينوا تعيين، تم في مسألة إدخال نوعا ما من 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 الانتخابات على تركيبة مجلس القضاء الأعلى وكذا. فالتنقيح لابد منه. طيب يعني اذا تعتقد ان الحل هو العوده للدستور 51 مع اجراء بعض التعديلات، لكن اسمح لي فقط ان استطلع راي الدكتور علي. محمد تومي عضو هيئه تاسيسيه لصياغه الدستور حول هذا الطرح. دكتور محمد اهلا بك. اهلا وسهلا استاذ احمد، والتحيه والسلام للدكتور عوض الجويري وايضا للاستاذ الفاضل عبد السلام ابو شقمه وللساده المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. وأنت بخير دكتور. بداية أسألك عن هذه الأصوات التي بدأت الآن تطرح خيار العودة لدستور عام 51، إلى أي مدى هذا الطرح قابل للتطبيق برأيك؟ أستاذ أحمد لو سمحت، أنا لدي ملاحظة بشأن المقدمة التي وردت في تقريركم بشأن المرتبات وتذاكر السفر وإقامة أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، فأود أن أقول إحقاق للحق، وبحيث أن لا يكون هناك تجني على هذه الهيئة التأسيسية وأعضائها الموقرين، لأن الأعضاء لم تصرف لهم مرتبات منذ أكثر من سنة ونصف، ولم يتقاضوا أي مزايا منذ أكثر من سنة ونصف إلى اليومنا هذا، بل أن الأعضاء جميعا يدفعون من جيبهم الخاص على تذاكر السفر والإقامة لجلسات الهيئة. نعم. أردت أن أعرض على هذا الأمر بحيث يكون الأمر واضحا. طيب. فكما تعاني الهيئة التأسيسية وأيضا أجهزة الدولة الأخرى من النواحي المالية، هذا التوضيح فقط. نعم. عودا على سؤالك الكريم فيما يتعلق بالعودة إلى دستور 51 و 63، الهيئة التأسيسية منذ الأيام الأولى عند وضعها للخطة أو للمنهجية الدستورية وضعت نصب عينها أن يجب أن يكون دستور سنة 51 المعدل في 63 مرجعية دستورية، ونحن كأعضاء الهيئة التأسيسية نقدر عاليا هذا الدستور وأيضا الكثير من المبادئ الجميلة الدستورية كما نوه الأستاذ عبد السلام أبو شقمة، لأن هناك الكثير من المواد الدستورية التي القابلة للتطبيق، ولكن وجهة نظري الخاصة وأيضا من خلال دراسة المستفيضة بحكم تخصصي، فأنا أرى بأن دستور 51 والمعدل في 63 عليه مثالب كثيرة. من ضمن هذه المثالب كما يعلم الجميع وأيضا السادة الدكتور عوض وأيضا الأستاذ عبد السلام بأن الحياة الإنسانية والقانون وخاصة القانون الدستوري لم يكن جامدا، وإنما تطور هذا القانون شأن القوانين الأخرى، وبالتالي ما ورد في قانون في دستور 51 و 63 يحتاج إلى التطوير، وبالتالي نحن أخذنا في الهيئة التأسيسية الكثير من المواد التي في دستور 51 وأيضا المعدل في 63، وبالتالي أصبح مرجعية دستورية للدستور القادم إن شاء الله. من ضمن المثالب اللي على دستور 51 أن هناك كثير من المواد في نهايتها تقول وينظم ذلك بقانون، أي أن أعطيت السلطة التشريعية كثير من المساحة، وبالتالي تستطيع السلطة التشريعية أن تفرض إرادتها، ربما هذه الإرادة تكبل الحريات. مثلا كان في قانون الصحافة في 51، أنا أعطيك كمثال، وينظم ذلك بقانون. عندما يأتي المشرع أو السلطة التشريعية باستطاعتها أن تحجم هذه الحرية بالقدر الذي تراه، وبالتالي أعتقد أن الكثير من هذه المواد في عجزها أو في نهايتها وينظم بقانون أعتقد أن هذه أحد بعض المثالب
خلافا إلى أن الحريات التي أعطيت مثلا حقوق المرأة وأيضا باب الحريات كان مقتضبا موجزا، حصل تطور كبير جدا في مسألة الحريات والمحافظة على الحرية الشخصية وحرية التنقل وحرية أيضا الحرية الشخصية وأيضا السرية وهكذا. هناك الكثير من الأشياء التي شهدها العالم من الحرب العالمية الثانية إلى هذه اللحظة أن هناك تطور في هذه المسائل وخاصة في باب الحريات، أيضا إضافة إلى شكل ونظام الحكم وأيضا الحكم المحلي وخلافه. لذلك أرى، أنا رأي الأستاذ عبد السلام يحترم، ولكن أرى أن الدستور 51 و63 هو جزء من الإرث الفقهي الدستوري اللي يجب أن نأخذه بالاعتبار عند وضعنا لدستورنا الجديد. طيب ابقى معي دكتور، أعود إلى ضيفي في الاستوديو دكتور عوض القويري. كيف تعلق على هذا الحديث الآن، وهل تعتقد بإمكانية تطبيق أو نقل أو العودة بدستور عام 51 الآن؟ شكرا لحمد. أولا أنا أسف، كان المفترض أن أرحب الأستاذ عبد السلام مشقبة اللي معي في الاستوديو، فمرحب بك يا دكتور عبد السلام، كل سنة وأنت طيب. ورحب بدكتور محمد التومي برضه، نقول لك كل سنة وأنت طيب، وأحييه على طرحة الهادي لرؤيته. أنا أتفق جدا مع الأستاذ عبد السلام، ولكن أنا لدي سؤال أحمد لك والدكتور محمد ولكل السادة المشاهدين. لو نرجع إلى الساعة 12 في الليل يوم 31 أغسطس 1969 إلى غاية هذا الوقت، كان السائد في ليبيا هو الدستور 51 المعدل في 63. الذي حدث هذا الانقلاب أو هذا التغيير في نظام الحكم، عندما وقع هذا التغيير، لو لم يقع هذا التغيير لكان دستور 51 المعدل في 63 هو دستور ليبيا إلى الآن، وكان سيحدث فيه تطور كما ذكر لك الدكتور عبد السلام. ما يخلقه الإنسان ليس بجامد، الذي لا يقبل التغيير هو القرآن فقط لأنه هو دستور سماوي، أما الباقي ما يصنعه الإنسان. هذه الكاميرات كانت بدائية سابقا وأصبحت الآن حديثة، فكل شيء يصنعه الإنسان قابل للتطور وقبل. فأنا بنسأل الدكتور محمد التومي، يا دكتور محمد، لو لم يحدث انقلاب 69 أليس الدستور 51 المعدل في 63 كان سيسري وسيحدث عليه تعديل آخر، ونقول المعدل في سنة 70 أو المعدل في سنة 80 أو المعدل في سنة 90 بهذا المسار كان سيحدث؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الشيء العظيم في هذا الدستور أنه وضعه رجال 60 رجلا من أبناء الوطن، ليس فيهم رجل واحد يوسم بأنه خائن، ليس فيهم رجل واحد يوسم بأنه خائن أو يوسم بأنه عميل أو يوسم بأي وسام كان أو سمة كانت وليس بوسام. عندما تم اختيار مجموعة برقة، من اختارهم؟ اختارهم الأمير إدريس أمير برقة في ذلك الوقت. نعم. اختار 20 رجلا من خيرة الرجال وتوافقت عليهم برقة أيضا. عندما تم اختيار رجالات وأبطال فزان، اختارهم ولي فزان وتم التوافق عليهم ولم يعترض عليهم أحد. عندما تم الاختيار من طرابلس كان هناك الصراع السياسي كبير جدا، الصراع السياسي الوطني وليس الشخصي، هناك فرق، لا، هناك صراع سياسي شخصي لتحقيق مآرب شخصية وهذا ما يشتت الوطن ويضيعه، وهناك صراع سياسي وطني لأجل الوطن، وهنا يلتقي الجميع. ولذلك التقى الجميع، وكلمة أدريان بلت واضحة، قال لم أتعب في برقة، لم أتعب في فزان، لأن الاختيار تم بواسطة شخص، ولكن في طرابلس لم يتم التوافق على 20 شخصية إلا بعد جلسات ومداولات كثيرة جدا، ولكن خرج 20 رجلا من خيرة رجالات ليبيا أيضا، وكان لهم دور كبير جدا أن يجلسوا مع بعض من 1 نوفمبر 1949 إلى 7 أكتوبر 1951 ليخرجوا بهذا المولود الذي كان من أعظم مواليد العالم في الدساتير. أنا أستغرب، يقول يعني في من يقول أن هذا أصبح قديم باري، يعني القوانين ألا تعدل؟ أنا أسأل رجال القانون، هل قوانين سنة 70 هي التي تسري الآن؟ لا، عدلت. لا،
طيب، لكن عندما يكون مليء بهذا الكم الكبير من المثالب كما يقول منتقدوه، والآن دكتور محمد التومي يتحدث ربما عن إعطاء مجال كبير للسلطة التشريعية عبر قوانينها المنظمة في دستور عام 51 المعدل في 63، وأيضا باب الحريات وحقوق المرأة الذي يعتبر منقوص ومتخلف ربما على العصر الذي نعيش فيه الآن. إن كانت ستجرى كل هذه التعديلات على كل هذه البنود، لماذا لا نبدأ في دستور جديد من الأول؟ بدأنا في دستور جديد ولم نخرج به. أنت يا أخي الآن، أنا أريد أن أسأل سؤال للدستوريين، هل القذافي أعلن إلغاء الدستور؟ لم يعلن إلغاء الدستور ولم يعلن تجديد الدستور. لا يوجد أي بيان لمجلس قيادة الثورة الذي كان في ذلك الوقت هو السلطة التشريعية والتنفيذية بأنه قد ألغى دستور ليبيا أو أوقفه أو غير ذلك. لم يشير إلى هذا. طيب. لم يوجد معلش، هذا دستور توافق عليه الليبيون وموجود. تعتقد أنه صار المفعول حتى وأعطى قانونا؟ نعم، أنا أقول أن لديه الشرعية كما قال لك الدكتور الأستاذ عبد السلام. يعني الآن تنبه العالم وتنبهت أفريقيا إلى أن هذه الانقلابات يجب أن يوقف ضدها وتعتبر غير شرعية. لو كان هذه العقلية الناضجة التي الآن كانت في أفريقيا، هذه العقلية الناضجة في أفريقيا الآن لو كانت موجودة في وقت انقلاب 69، هل كانت توافق على هذا الانقلاب؟ أسمح لي فقط توافق. أن أعود مرة أخرى وأستاذن من الأستاذ عبد السلام بشقمة، سوف أعود إليك، لكن أعود مجددا حتى أثري النقاش لدكتور محمد التومي. دكتور، إذن لدي رأيين هنا في الاستوديو، الدكتور عوض قويري وأيضا رأي الأستاذ عبد السلام بشقمة، يعني هما يريان أن الانقلاب عام 1969 لم ينهي الشرعية الدستورية ودستور 51، وأن هذا الدستور لا زال ساري المفعول حتى الآن. كيف تعلم؟ أولا رأي الأساتذة الأفاضل يحترم، وهو رأي موجود في الشارع الليبي لا شك في ذلك، وأيضا داخل الهيئة التأسيسية. ولكن أود أن أوضح الآتي، أن يعني أود أن أوضح بصورة بصورة أولا من الناحية التاريخية الصرفة، ما تفضل به الأستاذين الفاضلين هو كلام مثلك أنه فيه جزء من الناس، جزء من الشارع يتبنون هذا الرأي، وأيضا من الهيئة التأسيسية. فلكي داخل الهيئة التأسيسية لدينا نظام أن كل من لديه رأي يحترم. كان هناك رأي للدكتور الدلاف من أن الرجوع إلى الدستور 51 و63، وهو أحد المنادين بهذا الطرح. وعندما طرحت الـ كل ما رشح عن الهيئة التأسيسية، كان هناك خمسة درافت للدستور، من ضمنهم أعطي التيار الفيدرالي فرصة لتوضيح رؤيته، وكان ذلك منقولا على الهواء في ليبيا الإخبارية، وأيضا أعطي الدكتور الدلاف باعتباره يمثل من يريد العودة للدستور 51 المعدل في 63. وهناك أيضا رأي آخر بيقول لك لا، احنا عايزين الدستور 51 وبلاش التعديلات اللي طرأت في 63 لأنها تتعارض مع ما يريده. عموما هذا الجدل أنتهي إلى أن مع احترامي لرأي الأساتذة الأفاضل، أن السلطة التشريعية في ليبيا المتمثلة في المؤتمر الوطني العام أصدرت قانون إنشاء الهيئة، وأيضا قانون 17 اللي هو قانون إنشاء الهيئة، وأيضا الإعلان الدستوري، والذي ألغى كل الدساتير السابقة بكل وضوح، ولم يعترض أحد منذ ذلك الوقت. إضافة أن أود أن أقول بأن هناك نظريات فقه الدستوري بعكس يعني تتجه عكس ما تفضل به الأستاذين الكريمين. نعم. إن هذه الدساتير عندما يحدث تغير جذري يتمثل في انتقال السلطة
وعناصر السلطة معروفة، عندما يصبح زمام الأمور لآخرين سواء كان ثورة سواء كان غير ذلك فهذه الدساتير تنتهي. فهناك نظريات في الفقه الدستوري لا ننكر ذلك. فضلا على أود أن أنوه أيضا إلى واقعة تاريخية يجب أن لا تنسى أيضا، أن دستور 51 وضع قبل أن يتم إعلان استقلال ليبيا، وهذا موثق، هذا موثق رسمي. ولجنة 60 مع احترامنا للأباء المؤسسين أو الأجداد المؤسسين الذين نجلهم ونقدرهم، ولكن هم لم يصنعوا هذا الدستور، بمعنى لم يشاركوا في كتابته أو في كتابة نصوصه أو في إعداد المذكرات التفسيرية التي له. وبالتالي الدستور كتب من قبل لجنة متخصصة، وهذه اللجنة معروفة بالاسم. فنحن لا نريد ان 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 يعني ان يعني نسترسل في نقاط تاريخية مثالب دستور 51 و 63. ثم ان هناك ايضا مسألة اخرى، اذا ما الغاية من انتخاب لجنة 60 او الهيئة التأسيسية؟ الغاية من لجنة 60، لجنة 60 عليها ان تحقق نتيجة وليس بدل عناية. طيب دكتور، اذا لجنة 60 الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور انتخبت لغرض معين، لكن فشلت في ذلك كما يؤكد الكثيرين بعد عدم قدرتها على انتاج هذا الدستور بعد اكثر من 3 أعوام. الآن تبرز النداءات في ظل هذا الفشل بين مزدوجين، هناك آراء مختلفة حوله بطبيعة الحال، هناك من يرى العودة الآن إلى ذاك الدستور. أستاذي الفاضل أستاذ أحمد، وأيضا الكلام موجه للزميلين الفاضلين، الهيئة لم تفشل، نحن في السلم الأخير أو في الدرجة الأخيرة من السلم. وأود أن أقول لك وأيضا إلى الشعب الليبي في عمومه بأن الهيئة وصلت في الشهر الماضي إلى التصويت بالإجماع 35 من 35 بأن ما هو مطروح الآن من درافت أخير للدستور، هو مسودة أخيرة للدستور، سيتم التصويت عليه بعد العيد مباشرة داخل قبة الهيئة التأسيسية. طيب دكتور، وأعطيت كل الفرص للتيار الفيدرالي لكي يعرض فكرته، وأيضا لمن يريد الرجوع إلى الملكية أعطيت هذا الأمر، ولم ينال تلك الـ الخيارات لم تنل أصوات كافية. طيب اسمح لي دكتور ابقى معي، لكن ينضم إلي الآن الأستاذ فوزي نجم الناشط الإعلامي والمدني. أستاذ فوزي أهلا بك. أهلا بك يا دكتور أحمد، وأهلا بضيوفك الكرام، كل سنة وأنتم طيبين. أهلا بك، كيف تعلق على هذه النداءات والدعوات للعودة لدستور عام 51 أو المعدل في 63، وهل تعتقد أنه بالإمكان تطبيق هذا الدستور اليوم؟ اولا دعني انطلق من مسلمه يعني، وهي انه لا يوجد عمل انساني كامل ومتكامل، وكل الاعمال الانسانيه تخضع الى تطور الفكر الانساني وتخضع الى تطور المجتمع الانساني وطروحاته. ولكن انا اريد ان اعرج على بعض النقاط التي اثارها الدكتور محمد التومي، وهو ان الدستور 51 اصبح دكتور بالي، يعني فيه مثالب كثيرة ولا يتمشى مع العصر. هذه النظرية في حد ذاتها تخضع إلى يعني مفهوم التطور الدستوري في الدول، وبالتالي في المستقبل القريب يعني في 10 سنوات ممكن أو 11 سنة قادمة سوف يخرج علينا ما يقول إن دستور محمد التومي دستور فيه مثالب كثيرة وبالي ولا معد يلبي الاحتياجات. هذه ليست حجة على دستور 51، هذا أمر طبيعي جدا في تطور الأمم وتطور الشعوب ويعني نشوء أزمات جديدة وخروج أزمات قديمة، يعني مثلا قضية المرأة وقضية الطفل وقضية هذه بعض الحريات لم تكن مطروحة سنة 1951، ما كانش مطروحة، ما كانش جزء من قضايا الشعب الليبي آنذاك. الآن هناك قضايا مطروحة وبشدة حاولت
يعني هذا المسودة القادمة هذا تجاهلتها بالكامل. يعني مثلا اسمها قضية تجارة البشر، الدستور الكولومبي أشار عليها مباشرة ووضع لها عقوبة. قضية الإرهاب والعقوبة، هل يوجد عقوبة إعدام لمن تورط في التنظيمات الإرهابية؟ لم يوجد هناك، يعني هذه النصوص لم يعني لم تتطرق إليها. الأمر الخلافي المباشر الذي أتحدث فيه مع الدكتور السني حاول أن يقول أن الهيئة لم تفشل. لا يا سيد الدكتور محمد، الهيئة فاشلة وفشلت، هذه هي الحقيقة. الهيئة أولا، أنت حضرتك قلت أن الهيئة نشأت بقانون والإعلان الدستوري، اعتمد على الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري حدد قيد إنشاء الهيئة بفترة زمنية محددة، وتم التمديد لها عن طريق البرلمان، وهذه المدة أيضا نفذت. إذن الهيئة من يجدد لها؟ ما هو الوضع القانوني للهيئة من ناحية القانونية كفترة زمنية؟ الآن تجاوز الفترة الزمنية، هذا أمر. ثم الأمر الآخر، الأخذ بنظريات القانونية التي تنص على أن يعني عند وجود القوى القاهرة فإنه تلغى الدستور، وهذا هذه نظريات. ولكن عليك أيضا ألا تنكر أن هناك نظريات تقول أيضا في القانون الفقه الدستوري أن القوى القاهرة وبالذات الانقلابات غير شرعية لا تلغي هذه الدساتير، وأن الشرعية لا تلغي بالانقلابات. وإلا لو لغي القانون الدستور حسب منطق الدكتور محمد وبعض الناس، الدستور في 63 لو ألغي لأصبح نظام القذافي الذي ألغاه نظام شرعي، وبالتالي أعطيت شرعية إلغاء دستور عام 1951-63. من هنا أصبح الخروج على القذافي في 2011 هو خروج على شرعية. طيب إذن الآن أنت من المؤيدين للعودة للدستور عام 51، وتعتقد أنه يحل هذا الإشكال الدائر اليوم، ليس كذلك؟ يا دكتور أحمد، والسلام للجميع الحاضرين والمشاهدين وضيوفك الكرام، الدستور 51 ليس مجرد دستور. دستور 51 ميثاق، وليس مجرد دستور مواد، هو ميثاق لبناء دولة، هو دستور تأسيسي. ما أهم ما ورد في هذا الاتفاق، في هذا الميثاق، الميثاق الذي وضع بالأقاليم الثلاث قطع وخمس فرسان، وضع أنه حدد الهوية الليبية والعلم في جينالوجيا التاريخ السياسي الليبي، وهذا تحدثت عليه أنا. طيب في أستاذ فوزي، لكن الآن دكتور محمد التومي يقول لك لماذا من البداية انتخبت الهيئة التأسيسية طالما تنادون الآن للعودة إلى دستور 51، ونحن الآن في السلم الأخير وشبه أنجزنا هذا الاستحقاق، وبعد العيد سوف نصوت على المقترح أو المسودة الدستورية القادمة؟ حلقة ما زالت متسعة، لكن دعني أريد أن أنكد وأكد بشيء معين، إن المطروح الآن ليس دستور. الموجود الآن في ظل ما نراه متزلزلات سياسية هو طرح الهوية الليبية الحقيقية. الهوية الليبية بمعنى ليبيا كمفهوم سياسي، أو الهوية الليبية السياسية، وجدت في جينالوجيا التاريخ السياسي الليبي، وجدت في قرار استعماري منتدين لعمل 1934، هو الذي أوجد سياسي الليبي بضم رابط برقية فلسان تحت الجنرال فالبو. نعم. عام 1959 ردوا إلى هذا الأمر. ماذا حدث؟ ضرب دستور عام 1951 أدى إلى تشرذم مفهوم الهوية الوطنية السياسية للدولة الليبية، ولذلك من عام 63 حتى 69 لم تصبح أي حكومة سواء من شرق أو غرب أو جنوب لأن تستمر أكثر من أشهر محددة. لماذا؟ لأن الأساس الدستوري لبناء الدولة هو بالمفهوم السياسي الذي أعطوها على الهوية السياسية. نحن لسنا كما تقولون أو العراق أو الشام أو كذا، يعني حتى لو لم يكن لدينا ثقافة هوية سياسية كان لدينا ثقافة هوية ثقافية عبر التاريخ. نحن هويتنا الثقافية وهويتنا السياسية تنعت بميثاق عام 1900. طيب ابقى معي أستاذ فوزي نجم، وأيضا أستاذن بقية ضيوف يتوقف الآن مع فاصل. مشاهدينا من تم يتجدد اللقاء، تفضل بالبقاء معنا.
أهلا بكم مشاهدينا، أجدد الترحيب بضيوفي في هذه الحلقة، دكتور عوض القويري عضو حراك العودة للشرعية الدستورية، وأيضا الأستاذ عبدالسلام بوشقمة المحامي والناشط الحقوقي، دكتور محمد التومي عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، والأستاذ فوزي نجم الإعلامي والناشط المدني. أعود إليك أستاذ عبدالسلام بوشقمة، أسألك الآن على ما طرحه دكتور محمد التومي، يسأل لماذا انتخبت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور طالما أنتم الآن تطالبون بالعودة لدستور عام 51؟ يا أستاذ أحمد، خليني نعلق أو نعقب بلفظ دقيق على ما ورد على لسان الدكتور التومي. الدكتور التومي يقول بأن الإعلان الدستوري تحدث أو ورد فيه نص بإسقاط أو إلغاء جميع النصوص الدستورية السابقة على صدور الإعلان، مش هكي، مش صحيح. ما ورد في الإعلان الدستوري هو أن النص الذي جاء فيه يتحدث عن الوثائق ذات الطبيعة الدستورية التي كان معمولاً بها قبل صدور الإعلان الدستوري. هذه الوثائق التي صدرت في ظل النظام السابق، وهي قانون تعزيز الحرية، إعلان سلطة الشعب، وما شابه هذه الوثائق التي صدرت في ظل نظام الحكم السابق على ثورة 17 فبراير. ولأن دستور سنة 1951 المعدل لم يكن معمولا به، وبالتالي هذا النص لا ينفذ عليه. هذه ناحية. الناحية الأخرى اللي ذكرها السيد التومي في حديثه، قال أن هناك أن عادة شيء لا يختلف عليه اثنين من فقهاء القانون الدستوري، أن النصوص التي ترد في الدساتير دائما مقتضبة وموجزة، وتحيل على من تحيل على المشرع للتنظيم، والمشرع عندما يحال موضوع ما لتنظيمه لا يستطيع أن يخالف صلب ومضمون النص الدستوري. وقلنا بدري أن في توازن بين السلطات اللي هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وقلنا أن السلطة التشريعية تراقب السلطة التنفيذية، وقلنا أن السلطة القضائية تراقب السلطة التشريعية، وهكذا يكون التوازن بين السلطات وتحقيق الرقابة المتبادلة. عندما ما يجي يتكلم لي على الحقوق والحريات ويقول أو حرية الصحافة وأن يجهضها المشرع، لا، لو أجهضها المشرع فإنه يفعل ذلك بالمخالفة للدستور، وهنا يكون دور السلطة القضائية أو دائرة القضاء الدستوري في المحكمة العليا ليرفع الطعن أمامها لتراقب ما صدر عن المشرع من مخالفة للدستور، وبالتالي يبقى الكلام هذا مردود. طيب، لكن أستاذ عبدالسلام يبدو أنكم متأخرين جدا. نجول السؤال متاع لماذا انتخب أو انتخبت الهيئة التأسيسية. الهيئة التأسيسية انتخبت لإعداد مشروع دستور للدولة. إعداد مشروع دستور للدولة لا يعني أنها هي صاحبة الصلاحية الكاملة لتعطينا دستور وتعلمنا الدستور وتفرض علينا، ما زال وراه إقرار من السلطة التشريعية ثم استفتاء من الشعب اللي. هل نجحت الهيئة التأسيسية في مسعاها أو في عملها أو في مهمتها برأيك؟ خليني بنقول لك ناحية مهمة. أعمال السلطة، أعمال الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور تعتبر باطلة منذ انتهاء الأربع أشهر التي حددها الإعلان الدستوري بتعديل السادس والسابع. هي أعطوها 120 يوم ولم تزاد هذه المدة، وما يقال أنها مددت مش صحيح، ولا يملك مجلس النواب أن يمددها. طيب، أن خليني نقول لك يعني كل أعمال الهيئة التأسيسية التي تمت حتى الآن بعد الأربع أشهر الأولى تعتبر باطلة لأنها خارج ولايتها،
خارج ولايتها الزمنية. هذا يجب أن يكون واضحا للدكتور التومي ولغيره من الناس. ونمشوا لفقهاء القانون الدستوري، نعاودوا عليه حكايته أنه يقول لك الستين مش هم اللي صغوا الدستور. الستين الآباء والأجداد المؤسسين كانوا أدمغة، كانوا رجال دولة، استعانوا بالخبراء، وهكذا يجب أن تكون طيب. الدولة لماذا لم تتدخلوا عبر القانون أستاذ عبد السلام بوشقمة، طالما أنك ترى أن هذه الهيئة اجتماعاتها باطلة الآن بعد انقضاء 6 أشهر الأولى على عملها؟ طيب الدائرة الإدارية في محكمة السلاف البيضاء وفي طرابلس لماذا لم تصدر قرارها ببطلان عمل الهيئة، خاصة وأنها الآن تقترب كما يؤكد دكتور محمد التومي من إعداد الدستور؟ نحن رفعنا دعوة أمام محكمة البيضاء أو الابتدائية وأمام محكمة بنغازي جنوب بنغازي الابتدائية، وهذه الدعاوى صدر فيها بعض الأحكام في من البيضاء وهي مطعون فيها قدام محكمة الاستئناف، ولم يوصل فيها بحكم نهائي حسب علمي لأني معش قدرت طيب. حسب ظروف، لكن ما زالت هذه الدعاوى متداولة. جانب آخر مهم في الجزئية هذه بالذات، الولاية الزمنية لأي موظف أو لأي سلطة كانت، هل يستطيع المؤتمر الوطني، هو الآن يصدر في قوانين، رأوا المؤتمر الوطني في طرابلس بعد انتهاء ولايته يصدر في قوانين، مدى شرعية هذه القوانين مسلم بها، هي قوانين غير طيب. غير دستورية ولا يجوز التأويل عليها. اسمح لي سأل سلام بشكمة سوف أعود إليك. كذلك أعمال الهيئة التأسيسية الآن لقويري مرة أخرى، ثلاث سنوات أعمالهم باطلة تماما، ثلاث سنوات أعمالهم باطلة تماما كما كتب لي الآن. لكن أعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور عوض لقويري، عضو حراك العودة للشرعية الدستورية، أي دستور تؤيدون العودة إليه؟ دستور عام 51؟ أو دستور عام 63 أو المعدل في 63، خاصة أنه في أنصار التيار الفيدرالي الآن يعنيهم هذا الأمر تماما. نحن لسنا بصدد تقديم أو فرض رأي، هو العودة إلى دستور 51 المعدل في 63 مشروع إنقاذ وطن، مشروع إنقاذ وطن، وليس فرض رأي أن هذا يبقى هو الدستور. يعني دكتور محمد التومي قال لماذا لم يتم هناك حراك، كان هناك حراك، كنا نتحرك. أنا شخصيا في أبريل 2011 من خلال برنامجي اللي كان يقدم من صوت ليبيا الحرة، واللي كانت القناة الوحيدة اللي موجودة اللي تبث من القوارشة، وأحمد أنت عارفها، بدأت في طراحة ضرورة العودة إلى دستور 51 المعدل في 63، وكان في عديد الحلقات معي الدكتور زاهي المغيربي وكان بعض من الشخصيات الوطنية الأخرى، كنا في هذا الحراك، كان الحراك موجود، ولكن كان هناك تيار سياسي مضاد كبير جدا يبعدنا عن البروز أو الفرض. تقدر تسمي هذا تيار رافض للعودة؟ هو عدة تيارات وليس تيار واحد، كيف ما قال لك الأستاذ عبد السلام أيضا كان له دور، هو فريق آخر موجود وتواصلوا مع المجلس الوطني ومع المجلس الوطني وصرح لرئيس المجلس الوطني في ذلك الوقت ممن يرفض هذا الحراك. لا، عندما رأينا ووجدنا أن المؤتمر الوطني المنتخب من الناس قد اتخذ قرار باختيار الهيئة التأسيسية، لم نحاول أن نقسم الوطن أو نثير الفتن، أعطينا الفرصة لهذه الهيئة التأسيسية لأن تخرج علينا بمشروع دستور قد يقره الشعب أو قد يرفضه، أعطينا، لكن هذه الفرصة ضاعت، فبدأ هناك الوطن يعني يسير بسرعة كبيرة جدا نحو الانقسامات والتشظي والتشتت، وهذه الآية نفسها انقسمت في حد ذاتها، يعني في حد ذاتها منقسمة ومتشتتة ومتشظية، وما يعني لم يلموا شعثهم وتشظيهم إلا بعد جهد جهيد، وهناك من رفض أن يكون من ضمن هذه الهيئة الدستورية مثل الإخوان الأمازيغ الآن رافضين هذه الهيئة. نحن الآن نخرج بهذا المشروع، مشروع إنقاذ وطن. أحمد، لما يتراكح الوطن، لو عدنا إلى 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 دستور 51 المعدل في 63، ولماذا نقول لك المعدل دستور 51 اختير من قبل ممثلي الشعب الليبي في ذلك الوقت، وزي ما قال لك الدكتور عبد السلام
ودكتور التومي. طيب. أعلن في 7 أكتوبر 51 قبل إعلان استقلال ليبيا وكان شيء عظيم. أيضا في نقطة قالها الدكتور عبد السلام، الدكتور عبد السلام دكتور محمد التومي قال إن هم لم يضعوا الدستور، هم من وضع الدستور، ولكنهم بالفعل استعانوا بثلاثة من عمالقة القانون الدستوري من أخوتنا من مصر، وهذا شيء معروف، واستعانوا بهم في نصوص المواد في كيف وضع المواد. الدستور ليس قانون، الدستور هناك فرق بين الدستور وبين القانون. ما هي التعديلات التي تدعون الآن لإجرائها على دستور عام 51؟ بمعنى النظام الملكي يمكن أن يغير، أو أن تغيير فكرة الملكية ينهي هذا الدستور أو أبرز معالمه؟ هو نحن لو بقيت الملكية الدستورية لا شيء في ذلك، إلى أن يستقر نحن ننادي، لا نقول بديمومة الحال، يجب أن يعرف الليبيين كلهم جميعا، نحن الحراك العودة، حراك العودة للشرعية لا يعني، لا يعني بدري الأستاذ فوزي قال لك نقطة، نحن لو ألغينا الدستور 51 معدل في 63 فأنا نعطي الشرعية لما حدث في 1969، يبقى خروجنا في 17 فبراير باطل بالرسمي. نحن معناه نعطي الشرعية، معناها باطل. نحن عند الدعوة إلى العودة للحراك، للعودة للشرعية الدستورية لا تعني معنى ذلك الاستمرار أو الديمومة أن هذا هو حيكون، ولا تعني أن يعود من جديد على سبيل المثال وريث العرش الموجود في لندن الآن عاد، والتي تثار نعم ربما حول بعض الشبهات لارتباطه بجماعة الإخوة المسلمين. لو عاد تمام لا يعني أن يكون هناك ديمومة. نحن ندعو العودة إلى 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 الشرعية الدستورية لحتى تستقر البلاد، حتى تتوازن الأمور فيها، حتى يعود للمواطن المواطن توازنه الذهني. يمكن أن تعود الملكية دون أن يعود من يعتقد أو يعلن أنه وريث العرش الآن والموجود في بريطانيا أو في لندن، بمعنى يمكن أن يكون هناك ملك جديد أو لازم يكون من العائلة السنوسية. نحن شوف الدستور حدد ولي العهد، أنت هذه نصوص الدستور، فليبقى ولي العهد إن كان هنا، فليبقى ولي العهد، لكن لا يحكم، لا يحكم، لأنها ستكون ملكية دستورية، سيكون البرلمان الذي ينتخبه الشعب هو الحاكم كما في أنظمة العديد من الدول. طيب. يعني نحن هذه الدعوة إلى أن تستقر الأمور في ليبيا، لكن ثم طيب. لكن في صراع دكتور، صراع سياسي عميق الآن، أنه في تيار سياسي أبرزه جماعة الإخوان المسلمين الآن عبر علي الصلابي أيضا تتفق معكم وتدعو إلى العودة إلى الملكية وإلى هذا الوريث الموجود في لندن، والتي تثار حوله شبهات بانتمائه للجماعة، أيضا تصريحات منذ أيام تطالب باستمرار حظر تسليح الجيش الليبي، كلها أمور مشبوهة الآن تخوف البعض من العودة لدستور عام 51 مخافة أن يعود هذا الرجل المرتبط بالجماعة كما يؤكدون. نحن في مشكلة عندنا، في قضية كبيرة يجب أن نعرفها، أن أنا ما نختلف معك في الرأي، أن أوصمك بتوجهات غير مقبولة في المجتمع، حتى أخلق في، هناك من قال أنه يتعامل مع إسرائيل، هناك من قال أن الملكية صنعتها إسرائيل، هذا كلام قيل، ولكن هذا كله لا يعني أن هذا حقيقة، كل ما يقال حقيقة. لكن صرح على موقع خاص به، صرح تصريحات تنتقد الآن، وتصريحات تتواءم أو تتفق مع رؤية جماعة الإخوان المسلمين في محاربة الجيش، وطالب منظمات دولية والأمم المتحدة أيضا وأمينها العام باستمرار حصار الجيش الليبي. كل هذه أمور مخيفة الآن، في شهداء، في آلاف من الشهداء. شوف أنا حقيقة لم أطلع على هذه التصريحات، لم أسمعها، لم أراها. طيب سوف نعرض هذه التصريحات، قد يراها، لكن في المجمل هي دعوة نحن للخروج من هذا المأزق اللي نحن فيه، اللي أعطينا فرصة من سنة 2011. يمكن أن نعود لدستور 51 من دون هذا الرجل
الذي ينتقده البعض الآن، بمعنى أنه كما اتفق الناس في إمارة برقة على مبايعة السنوسية في ذلك الوقت، الآن يمكن أن يبايعوا شخصية جديدة أو أن يكون هناك أمير جديد أو ملك جديد للبلاد، أو العودة للدستور 51 تعني العودة إلى ذات وريث العرش. هي ليست كل ما ينقذ الوطن نحن معه. إذا توافق الناس على شخصية قيادية تقود الوطن فترة معينة بهذا الدستور إلى أن نعود بالوطن إلى مرفأ الأمان في فترة زمنية نقول 5 سنوات إلى 7 سنوات، عند ذلك يستطيع أن نعطي فرصة للانتخابات الجديدة. قد نعود إلى النظام الفيدرالي إذا تم اختياره عن طريق صناديق الاقتراع، قد نعود إلى النظام الجماهيري. قد توافق على الدستور الذي تعده الآن الهيئة عندما يطرح على استفتاء شعبي، هذا الدستور الذي يؤكد دكتور محمد التومي أنه شبه جاهز الآن. أنا يعني أشوف ريت أحمد، لا يعني دعوتي إلى العودة إلى الحراك، العودة إلى 53، أني أرفض 51 معدل في 63، أن أرفض كل ما ينقذ وطني. إذا كان هذا الدستور قد لبى احتياجات الوطن وتوافق عليه الليبيون نعم للخروج من هذا المأزق واستطاع أن يخرج من هذا المأزق، لا شيء في ذلك. ينضم إلي الآن الأستاذ ونيس الحاسي رئيس منظمة ليبيا الهدف عبر الهاتف. أستاذ ونيس أهلا بك. الأستاذ ونيس الحاسي رئيس منظمة ليبيا الهدف، لا أعرف ما إذا كان الاتصال جاهز أم لا. أستاذ ونيس أهلا بك. أهلا ومرحبا، مساء الخير. مساء النور إن شاء الله. كيف تقيم الدعوات الآن من قبل تيار العودة للشرعية الدستورية؟ طبعا في بداية الأمر ترحم على أرواح شهدائنا أبرار. طبعا نحن في الدستور 51 قبل كل شيء هو دخل حيز قبل استقلال ليبيا، وبالتالي هو نص عليه أن تكون ملكية دستورية. أقر الدستور الليبي مجموعة من المواد التي طيب في مشكلة في الاتصال معك أستاذ ونيس الحاسي رئيس منظمة ليبيا الهدف. طيب ينضم إلي الآن الأستاذ فتح الله بوجابر ناشط مدني من مدينة القبة. أستاذ فتح الله أهلا بك. أستاذ فتح الله بوجابر هل أنت معي؟ طيب غير موجود. أعود إليك دكتور محمد التومي. إذن هناك تيار يشكك في شرعية الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويعتقد أنها باطلة، وأي مسودة للدستور تنتج عنهم هي كذلك باطلة كما يؤكد لنا الآن الأستاذ عبد السلام بوجقمة، ليس وحده، آخرين كذلك ينحون ذات المنحة. كيف تعلق؟ أستاذ أحمد أرجو أن تعطيني الوقت فضل. الكافي، لأن كثير من المسائل التي عرضت تحتاج إلى تعليق. أولا عندما نقول تيار، ما هو تعريف التيار وما هو عدد أفراد هذا التيار؟ لأن هذه الجملة أصبحت كثير ما تستعمل في غير موقعها. فأنا أقر بأن هناك شريحة من المجتمع، لكن لا تعتقد أنها كبيرة دكتور محمد التومي؟ ربما الشريحة تكون 10 أشخاص، ربما تكون 1000، ربما تكون أكثر. ولكن لدي بعض الأسئلة أطرحها على السادة الحضور، وأيضا على ضيوفك، وأيضا على المشاهد الكريم. فضل. عندما نقول بأن هناك تيار يريد العودة إلى الدستورية الملكية، السؤال الأول، هل هناك أو هل تم إعداد مسح أو تعداد صحيح لمن يريد العودة للملكية الدستورية؟ ثم السؤال الذي يليه، لماذا ما التخوف من وضع دستور جديد يواكب الدساتير العالمية وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها؟ ما العيب في ذلك؟ وأن يكون دستور 51 و63 جزء من المرجعية الدستورية. ثم لاحظت من السادة المحترمين الزملاء الضيوف بأن الجميع يعلق ويقول الهيئة التأسيسية فشلت. أعتقد من يحكم على أن الهيئة التأسيسية فشلت أم لا، بالدرجة الأولى هم أعضاؤها،
فليس من هو خارج الهيئة، لأن من هو خارج الهيئة لا يستطيع أن يجزم بهذا الفشل من عدمه إلا عن طريق السوشيال ميديا أو الفيسبوك أو التلفزيون. وبالتالي أنا أود أن أجزم بأننا ماضون في هذا الدستور الجديد والذي سيرى النور قريبا، وأعتقد جازما بأن ال 41 صوت أو 42 التي تجيز إصدار هذه المواد الدستورية سيكون جاهزا، فضلا على أن الأستاذ فوزي نجم مع كل تقديري لحضرته أصبح يسمي الدستور بأن الدستور محمد تومي. أنا لا، هذا الدستور ليس لي، أنا عضو فقط، وبالتالي أعتقد أن هذه المسألة يجب أن يكون الكلام موجه للهيئة الدستورية ككيان أو شخصية اعتبارية. إضافة إلى أن هل من الذي سيقرر الاستمرار بالعمل بدستور 51-63؟ هل الأمر يعرض على الشعب الليبي في استفتاء؟ هناك كثير من المعضلات الموجودة للتطبيق. من الذي يقر، من الذي يقول أو يقرر بالرجوع إلى العمل بدستور 51-63؟ هل هي السلطة التشريعية المتمثلة مثلا في مجلس النواب؟ إذن مجلس النواب هو من يقرر، أو يعرض الأمر على استفتاء للشعب الليبي. وبالتالي أنا أحترم أي تيار أو حراك للعودة إلى الدستورية، هذا أمر طبيعي في أي مجتمع ديمقراطي. ولكن من الذي يقيم بأن الرجوع، بأن هذا الشعب الليبي جموع 6 مليون أو 7 مليون نعم، هل يروا نفسهم في دستور 51 و63؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يجب الرجوع إليه. ثم أن المسألة تعرض الأستاذ الدكتور عوض إلى أن الثورات وكذا لا تنهي الدساتير، فأود أن أقول له أين دستور الجمهورية مصر العربية إبان الملك فاروق؟ تغيرت الدساتير بعد الثورات أو بعض القوى القاهرة التي تحدث أيا كانت التسمية تتغير، وبالتالي أنا لا أرى ضيرا من أن يكون لنا دستورا جديدا وفقا للمعايير الدولية. ثم أن تعرض الأستاذ عبد السلام أبو شظمة المحترم إلى مسألة الوثائق الدستورية التي وردت، إلغاء كافة الوثائق الدستورية التي وردت في الإعلان الدستوري. فليس هناك استثناء لل 51 أو 63. أنا لست ضد الرجوع إلى هذا الأمر إن كان الشعب الليبي يقرر ذلك، لكن يعني لدي بضع دقائق فقط، اسمح لي دكتور محمد التومي سوف أعود إليك، لكن أعود الآن للأستاذ ونيس الحاسي رئيس منظمة ليبيا الهدف. أستاذ ونيس أهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل. نتحدث الآن عن خيار العودة للشرعية الدستورية أو إلى دستور عام 51، كيف تعلق على هذا الطرح؟ طبعا ترحم على أرواح شهدائنا الأبرار في بادئ الأمر. العودة للدستورية، طبعا دستور 1951 جاء شامل كامل لجميع ليبيا، مش البارقة وطرابلس وفزان، كان فيه من خلاله يوحد ثلاث الولايات الموجودة هذه في بادئ الأمر، ونص في مواده من الخامسة والحادي عشر على يكون الدين الإسلامي هو الدين، الإسلام هو الدين، هو دين دولة، وبالتالي نحن ننفو بالعلم ان وجود اي علمانيه او اي تطرف اخرى يحث عليه الدستور. ومن ناحيه الاخرى كونه هو ساوى بين جميع الاطراف الموجوده في ليبيا، ساوى بين جميع المعتقدات اللي في ليبيا، جميع اعطى جميع الفرص التكافؤيه في ليبيا لجميع الطبقات والفئات. الرجوع إلى دستور 51 أصبح لازم، لأن لا وجود لقاعدة شرعية في ليبيا من أساس. وطبعا اللي انبثقت منها واللي هي الهيئة الدستورية، اللي هي الدستورية الحالية اللي تمارس في أعمالها، هل انبثقة من عن المؤتمر الوطني وما بني على باطل؟ طيب، ما هي التعديلات التي يمكن أن نجريها الآن على دستور 51 الذي تطالبون بالعودة إليه؟ نعم. ألو أستاذ ونيس، هل تستمع إليه؟ نعم نسمع لي. سألتك عن التعديلات التي يمكن أن نجريها على الدستور 51 الذي تدعون للعودة إليه.
نحن نحكم بصوت المواطن قبل ما نجري تعديلات علينا. أن نحن من مشايخنا في برقة الآن النهوض والمطالبة بعودة الدستور 1950، ضروري تكون في قاعدة شعبية لعودة الدستور 1951. نطالب بأن يكون تنبثق شرعية، تكون في قاعدة شرعية، هنا ضروري تكون في قاعدة شرعية، وبالتالي ضروري يكون حتى في مبايعة جديدة زي ما نص عليها للدستور، حتى أن الرشح أمير من عندنا، الرشح هو حد يكون بايعوا عليه، ما عندناش مشكلة. أهم شيء يكون في شرعية موجودة في ليبيا الآن ما يحدث من تجاذبات وصراعات موجودة في ليبيا أساسها ما فيش قاعدة شرعية ترد عليها. طيب. نحن أخوتنا في طرابلس غادي يحملوا توا جميعهم هوات السلطة اللي غادي هم اللي يسبوا في الانقسام. نحن ليبيا حاليا منقسمة بين ثلاثة فعلا. يعني أول بادرة قام بها مصرف ليبيا المركزي واللي هو فصل المنظومة، منظومة طيب. المرتبات عن الشرق، هذه تعتبر من أول التقسيمات. نحن 1951 دستور 1951 يرد توحيد ليبيا من جديد تحت مسمى شرعي أساسي، حتى تكون لنا قيمة، وتكون أي قرار صادر من طالع من ليبيا يكون له شرعيته ومنبثق صحيح. طيب من الذي سوف يحكم إذن، أو عندما نطالب بالعودة إلى هذا الدستور الملكي؟ إذن نحن الآن نطالب بالعودة إلى مملكة ليبية، إذن هناك ملك لهذه البلاد، من هو الملك؟ الملك ما يتوافق عليه الشعب، مش بالضرورة يكون رضا السنوسي، مش بالضرورة. طبعا ما نطعم في شخصه، بس يعني ما يقال وما يشاع عليه بتحالفه مع متحالفه مع جماعات والله اعلم، وجوده خارج ليبيا وعدم اللمسه للواقع الليبي صح. طيب. هذا ما يفرضش علينا ان نرد له، نحن نرد يكون هو الامير. طيب اشكرك استاذ انيس الحاسي رئيس منظمه ليبيا الهدف، اشكرك، لكن لدي كلمات اخيره الان فقط لضيوفي في الاستوديو. دكتور عوض القويري، اختم معك كلمه اخيره لو سمحت لي. انا زي ما قلت لك احمد، نحن واتفق مع اخوي ونيس في ما طرحه، نحن ندعو الى العوده الى القانون الدستور 51 المعدل في 63 من اجل انقاذ هذا الوطن والتوافق عليه. ايضا انا يعني الدكتور محمد التومي قال ان هذا دستور قديم، الدستور الامريكي اكثر من 200 سنه عمر، الدستور الدنماركي، الدستور الاسباني، ولكن يتجدد مع الوقت. انا كنت اتمنى تكون في فرصه لنسال الدكتور محمد التومي عن الأعضاء المعارضين للمسودة الأخيرة للدستور من أعضاء الهيئة التأسيسية. هناك 11 عضوا من الهيئة التأسيسية في للدستور من 11 دائرة موقعين على عريضة. أعدك أننا سنخصص حلقات أخرى لمناقشة هذا الموضوع وهذا الحراك الذي بدأ في التفاعل والدعوات كذلك في الخروج للشارع للمطالبة بالعودة إلى شرعية الدستورية، أو حتى دعوات التي وجهها بعض المشايخ والأعيان إلى العودة إلى الشرعية الدستورية، كما أكد أيضا الآن الأستاذ أنيس الحاسي هذا الأمر. أعود إليك أستاذ عبد السلام بشقومة، أختم معك كلمة أخيرة لو سمحت لي باقتضاب شديد. الكلمة الأخيرة أن هذا قرار الشعب، فإذا رأوا أنهم يطرحوا هذه الهيئة التأسيسية الآن اللي تعمل خارج ولايتها الزمنية، فأرى أن إذا طرح مشروعها يطرح معه دستور المملكة الليبية للاستفتاء على أي من المشروعين يريد الليبيون أن يتم حكمه. أعود الآن للأستاذ فوزي نجم. أستاذ فوزي أختم معك تفضل. اهلا بك يا استاذ احمد. اولا الدكتور التومي لم يحدثنا ولم يتطرق الى نقطه قانونيه هامه، وهي ما هي المدى القانونيه او استمرار الهيئه، ما صفه الهيئه الان موجوده في ظل استفاده المده القانونيه بتاعها. ثانيا، لماذا العوده السؤال الجوهري، لماذا العوده الى دستور 51؟ لانه الدستور الوحيد الذي ضمن التوزيع العادل للسلطات والثروات بين الاقاليم الثلاث، يعني الذي ضمن الاستقرار والتعاون
عايش وأعطى الهوية الليبية حقها. الآن نحن نلاحظ أن الأمازيغ لم يدخلوا وأن التبو قاطعوا وهؤلاء أقليات، وهؤلاء إن لم يعطوا حقوقهم في الدستور القادم سوف يتحولوا إلى أقليات نضالية كيف الأكراد في العراق وفي سوريا وفي تركيا، وسوف تتحول مطالب برقة من عدالة إدارية إلى حالة نضال سياسي إلى تسعى إلى تحقيق دولة مستقلة. وما كلام سباستيان غوركا عنكم ببعيد، والأسبوع الماضي كان سباستيان غوركا طيب. في اجتماع مهم مع الوكالة اليهودية وعاد وأكد من جديد خريطة المنديل التي تتكون من ثلاثة دول. أشكرك أستاذ فوزي نجم، وأعدك وأعد جميع ضيوفي أننا سنخصص حلقات أخرى لمناقشة هذا الأمر الهام الآن وهذه الدعوات للعودة إلى الشرعية الدستورية. أشكرك وأشكر أيضا دكتور عواض القويري عضو حراك العودة للشرعية الدستورية، كما أشكر أيضا دكتور محمد التومي عضو هيئة صياغة الدستور، والأستاذ عبد السلام بوشقمة المحامي والناشط الحقوقي، وأيضا الأستاذ ونيس الحاسي رئيس منظمة ليبيا الهدف. مشاهدينا الكرام، بإذن نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الحدث. في الختام تقبلوا تحيات معدة الحق أحمد سالم، تحياتي أحمد دقمار، في أمان الله.